ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف. هو مش عامل رياكت على اغاني. اوكي، انا شفت فيديو امبارح، شفت منه حته قصيره. هو الفيديو ده المفروض 10 دقايق. اوكي، انا مش هوقف فيه كتير. عنوان، طبعا انتوا العنوان انتوا اكيد شايفينه، اللي هو لما تعمل انترفيو مع رابر ويجز وبابلو وموسى وابيو ابي يوسف يعني وباتيستوتا. اوكي، ومكتوب في الاخر مسخره. انا طبعا اتفرجت على في اوله، ما كانش مش قد كده، بس لما كملت الفيديو كان الفيديو تحفه. ما علينا، بطل رغي، نخش على طول على الفيديو. يلا ليتس جو. لما تعمل الانترفيو مع ويكس. اوكي، يعني انتم صحيين يوم السبت عشان اجي اعمل انترفيو؟ ما كنتوا تاجلوها لبكره. موظف ايه اللي مشي ده؟ يجيبه مكانه بكره مش النهارده. صحتوني من احلى نومه. ايه يا عم انت كمان؟ مش كنت المفروض تيجي متاخر شويه؟ باجي في وقتك من الاذاعه. ماشي، هات لي يا ابني ورقه وقلم، اللي ما بنكتبش فيهم حاجه دول خلينا. يعني انا كل ده انا شفته. اوكي، ف وبصراحه ما ضحكتش، بس في حته قدام شويه هي اللي ضحكتني. نخلص، معلش يعني لو تعصبت عليك. انت عارف يعني الواحد بيجي الصبح بيبقى مبلوز. هو انا ما كانش قصدي كده، بس ما علينا. اسمك ايه؟ حلو ويجز ده. قول لي يا ويجز، عامل ايه؟ الحمد لله احسن من غير. الحمد لله الحمد لله. قول لي يا ويجز، انت منين اصلا؟ اسكندريه. اسكندريه؟ منين من اسكندريه؟ ورديان. حبيبنا الورديان، بدات ارتاح لك يا عم ويجز. قول لي يا ويجز، الحاله الاجتماعيه 7 مليار وانا في وحده. انا دي اللي هو 7 مليار وانا هو فايته. اوكي، ليش يا ويجز؟ والله انا حاسس بيك زيك. نخش في الشغل بقى شويه. انا امبارح كنت مفكر ان هو بيقول ان هو 7 معايا 7 مليار وبيعمل انترفيو، فاللي ها ما علينا ما علينا. انا كنت غبي امبارح، النهارده انا فهمت هو قصده ايه. يا ويجز، قول لي يا ويجز، انت متخرج منين؟ استشفيت عليه. عادي عادي عادي، مش مهم. انا بالنسبه لي اهم حاجه انك يكون عندك خبره واشتغلت. اشتغلت قبل كده؟ اشتغلت لحد ما قالوا لي اتغير اصلا. بس هو ده الكلام. قول لي بقى، اخر شغلانه انت اشتغلتها مشيت منها ليه؟ باظت خالص. باظت خالص. يلا ما علينا. بص، من اول الحته دي انا عجبني الفيديو. اوكي، من دقيقه و20 يعني، كل اللي فات ده ما كانش عاجبني بصراحه. بس اهم سؤال في الانترفيو بالنسبه لي، احنا اي شغلانه في العالم وبالذات شغلانتنا بيبقى فيها ضغط، انت تحت الضغط بتبقى عامل ازاي؟ وصدعتوني يا طلع حماس. موسى، الحته دي اللي ضحكتني، قلت خلاص انا هعمل على رياكت على الفيديو ده اللي هو عجبتني. طلع لكم حماس. مين حماس؟ يخرب بيت وسخ. يا ويجز، يا ويجز بقى، يخرب بيت وسخ. انا كنت بحبك بقى، بلاش يجي لي تقطب على الصبح. اسف. ولا يهمك يا ويجز، حصل خير. الشغل بكام بكام بكام؟ 20,000 جنيه في الشهر. حلوين حلوين. طب يا ويجز، عموما انا هبقى اتصل لك عشان اقول لك انت اتقبلت في الشغلانه ولا لا، وان شاء الله هنثبتك. انا لحد الحته دي، وبعد كده بعدها ده انا وقفت يعني، لانها عجبتني. لو يا ابني بطل قصارى، قصدي الحته دي ضحكتني فشخ. ان شاء الله هنثبتك. يا ابني ما تتن بطل قصارى، قصدي هنثبتك في الشغلانه. ايه يا عم اللي انت جايبه لي ده؟ اللي بعده اللي بعده. مروان بابلو. اوكي، يا ابني التأخير ده، ايه يا ابني ده؟ شوفوه فين، يلا بره خلينا نخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. ايه يا ابني التأخير ده؟ دايما بتأخر بس كله تحت الكنترول. ما علينا، اسمك ايه؟ مروان بابلو. اوكي اوكي، اقول لك بابلو عادي صح؟ الشتف الشتف. ماشي تمام تمام. قولي بقى بابلو، انت اتولدت فين؟ طالع زميلي من الحاضر، احلى مسا على العز. ماشي يا عم، احلى مسا على العزبه. قول يا بابلو، حالة المعيشة دلوقتي عاملة ازاي؟ أكيد طبعا، كده بتقدم على وظيفة دلوقتي. طيب، اشتغلت في كام وظيفة قبل كده؟ كتير ما تعدش. حلو حلو، خبرة كتير. وإيه كانت آخر وظيفة ليك تشتغلها؟ بابلو في الحقيقة سجان. سجان؟ سجان. تمام، طب وفي وظيفتك الأخيرة اللي هي السجان، إيه اللي مشاك منها أصلا؟ قلنا ده نصيب. تمام تمام. قلنا ده نصيب. طبعا يا بابلو، انت عارف ان وظيفتنا بيبقى فيها ضغط كتير، انت لما تبقى تحت ضغط بتبقى عامل ازاي؟ بابلو بارد في البرود. ودي اهم حاجه عندنا في الشغلانه. حلو، حاجه تانيه، قول لي بقى بابلو سؤال مهم،
الناس اللي مقدمين على الشغلانه دي قول 10 20 واحد، ايه اللي يخليني اقبلك انت وما اقبلش ال10 التانيين؟ حلو، ثقه في النفس برضه عجبتني يا عم بابلو، بدات تعجبني. بص بقى بابلو، في ناس كتيره بره محتاجه الوظيفه دي، انت محتاج الوظيفه دي ليه؟ عايزين نعمل اولوفات. حلو، عايزين عيشه من نضيفه. يا سلام، عايز صاحب المضيفه. الله 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 الله، الواد ده جامد، الواد ده اكتشاف. هات لي هات لي عقد بسرعه، عقد بسرعه، يلا يلا امسك امضي العقد. بابا مديش خلاص سبت الباص. تعبيط يا ابني، ما تمضي يا ابني، خلينا نخلص بقى. امضي العقد. بابا مديش خلاص سبت الباص. تعبيط يا ابني، ما تمضي يا ابني، خلينا نخلص بقى. يلا الكرافتة. اوف صح، ما ايه اللي انا لابسه ده؟ يعني حاسس نفسي ويتر قوي. دخل دخل، يلا يلا ونقول يا مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اخي يوسف. برضو ابروا القلم يا شركه زباله، ما كل فيديو القلم بيبقى مش مبري، بيبقى شكلي زي الخرا. معلش انا اسف قبل اي حاجه. طبعا تشرب ايه؟ يبقى حد في الكومنتات قال له ان القلم مش مبري. اكيد محمد قهوه كوبايه ميه بسرعه بسرعه يلا. ايوه نزل له القهوه. ايوه جبت كوبايه ميه جاب نزل. ايوه انا صح. اشرب اشرب قهوتك، خد راحتك. طب طلع يخرب بيتك، بتعمل ايه؟ بقلب القهوه. بس بص هتقلبها بايه؟ هتشيل يا ابني منه القهوه، يا ابني شيل منه القهوه. اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه، شيل القهوه منه. طب انت قذر وشركه زباله وحاجه تقرف. لا انا شايفها يا اخويا، انا شايفها. قال لك اح مكتوب عندي في الورقه ان اسمك ايه ده؟ ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ هيثم بونوكيو رعد سنتياجو. ايه سنتياجو ده كمان؟ عمر حرب يوسف الطوي ابيو. انا ناديك اقول لك ايه دلوقتي؟ انا بيوسف. قول لي يا ابيو. حلو ابيو برضه باختصار يعني. قول لي بقى انت اتولدت فين؟ انا في المكسيك. مكسيك؟ انت بتعرف تتكلم مكسيكي؟ مكسيكي. مكسيك؟ انت بتعرف تتكلم مكسيكي؟ ايه؟ ارزع عيب. ارزع عيب لما تبقى راجل كبير وتعمل تعمل انترفيو تقول ارزع. ارجو كل ليه؟ ارزع ارزع عيب. عيب لما تبقى راجل كبير وتعمل جو كل ليه؟ ارزع. اسف ركز بقى معايا بلاش هبل. قول لي اشتغلت في ايه قبل كده؟ اكتب اعلانات. اعلانات حلو يعني كرييتيف برضه. طيب بما انك مقدم على شغلانه السوبرفايزر، هل هتعرف تتحكم في الموظفين؟ لا اتكلم تكفي نظراتي يا ولد. حلو. طب خد دي بقى، لو حد من الموظفين ما سمعش الكلام او مثلا يعني غاب عن الشغل او قصر في الشغل، هتعمل ايه؟ باشا شركتنا مش عاجبه يترفض. حلو. يعني غاب عن الشغل او قصر في الشغل، هتعمل ايه؟ باشا شركتنا مش عاجبه يترفض. وده جامد وده جامد. بص انا شايفك مناسب للشغلانه وتنفع، بس خلينا الاول نناقش بنود العقد. فلوس قبل اي حاجه اعملها انا كده. واطي واطي بس من النهارده اعتبرك اخويا. ما تقولش اخويا، ما عنديش اخوات بنات. بس من النهارده اعتبرك اخويا. ما تقولش اخويا، ما عنديش اخوات بنات. انا مش هشتغل هنا تاني. ها انا هقدم استقالتي الحمد لله كله. دي كفوك كلكم. ايه بقى؟ ايه؟ مش كنت انا صحيت من النوم وخدت البوصله وهكمل الطريق، ولا احنا مش هنخلص من الشغلانه بنت الكلب دي؟ عايز ايه انت كمان؟ بيقولوا اي حد بيضايق الراجل ده بيغفله بكوز لانشون. كوز لانشون؟ يحطه فين يعني؟ بس 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 انا فهمت خلاص. قول له يتفضل. قول له يتفضل. استرها يا رب. ازاي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ بسأل فيك وازاي. معلش انت عارف المشاغل بقى والشغل وبتاع، يعني انت تتفاهم بقى بتاع ليه رقبتك بتساعد؟ لا ما فيش حاجه خالص، ما فيش حاجه من الهيبه بقى انت عارف. استر. اسم حضرتك؟ وبيج روم محمد سيد. لا اسم حضرتك مش اسم العيله كلها. ممكن طيب اختصار لباتستوتا دي؟ مش باتي ده اللي هو بيك تيستي اكسترا باتي بقى. احنا هنهزر مع بعض. لا احنا هنهزر مع بعض. لا هنهزر احنا. ما خلاص بقى قلت لك انا اسف، انا بحاول الطف معاك الجو شويه. طب احنا اصلا شغلانتنا صعبه، يعني حضرتك هتعرف تشتغل في المنصب ده؟ سهلا ك...
كويس. طيب مكتوب عندي ان حضرتك اشتغلت في شركة باتي لتوزيع اللانش العالمية، هل ده صح؟ طبعا. طيب بما ان حضرتك يعني اشتغلت في منصب رئيس شركة، يعني ايه اللي جابك تشتغل في شركة؟ يعني ايه اللي مشاك اصلا؟ اعمل مشاكل. طبيعي مشاكل، يعني انا شايف حضرتك داخل بمصلع لانشر معاك، اكيد مشاكل. طب حضرتك يعني شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ انت مرتاح؟ اصلا صباح الفل. صباح الفل هقولها له ازاي دي؟ طيب للاسف احنا مش هنقبلك معانا في الشغلانه لانك بتعمل مشاكل واجاباتك اصلا ما كانتش منطقيه، فاتمنى ان حضرتك تطلع بره. عايزك في مره تبص لي بصه وحشه كده لو انا شفتك في قدامي. لا مش هبص لك، ولا انا انت هتمشي في حته مش عارف الناحيه الثانيه، هتلاقي قوالب طوب وهتلاقي ايديا ورجليا واسناني. تمام شكرا. طب شكرا. ما انت لو راجل كنت تستناني بره. انت فاكرني يا ابني اخاف منه يا ابني ولا ايه؟ انت عبيط يا مش حلوه بتاعت باتس. انا جيت بمزاجي معاه عشان ما كانش معايا فلوس، بس مش هيحصل فيا زي المره اللي فاتت. انا بقول لك لو حصل فيا واتحركت زي المره اللي فاتت همشي، محدش هيعمل لكم انترفيو زيي، كله هيقلد وبتاع. هو واحد بس، هو واحد بس بريته الالم. يا شيخ حبيبي يلا خش دخل في خلف. مش تأخر شوية طيب ولا ايه؟ هو عادي يعني، بس يعني ينجز شوية. انا برضو ايه الواحد خلقه ده حتى لو موده حلو. نخلص. طب نتأخر. اوه موسى اوكي. بتكون مقصودة. ماشي يا عم المحنك، اهلا وسهلا بيك. تشرب ايه؟ نسكافيه. محمد واحد نسكافيه بسرعة. يلا خلينا نخلص. يلا محمد نسكافيه. عايز سكر؟ عايز احط سكر على النسكافيه. حط له سكر على النسكافيه. يلا طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه، انت اسمك ايه؟ مروان موسى. حاسس اني سمعت الاسم ده قبل كده، بس يلا مش مشكله. قول لي يا مارو ايه الاخبار؟ كله في السليم. طيب يا عم الحمد لله. المهم بقى قول لي انت عندك كام سنه صحيح؟ عمري ربع قرن. ربع قرن 25 سنه. بتقول يا ابني 25 سنة يا ابني. 25 سنة محنك قوي كده. يا مارو انت اتولدت فين؟ فوضى اسماعيلية الدولة. بتهزر؟ لا والله. انت من اسماعيلية؟ انا كمان من اسماعيلية. ثانية واحدة. ايه رأيك؟ الشاكو. هو انا فين يا جماعة؟ ايه ده وايه اللي انا لابسه ده وايه ده؟ ايه ده؟ مروان موسى؟ تاخد صورة. مش عارف انا فين ولا عارف انا قاعد قدامك ازاي، بس انا نفسي اوصل زيك. انا عندي حلم ونفسي اوصل وابقى حاجه كبيره، بس الموضوع صعب. ايوه الموضوع مش بسهوله. طب اعمل ايه عشان اخد الطريق مكانك واوصل؟ قول لي اي هنت اي حاجه. رسمت الطريق من اول وجديد. يعني ايه يعني؟ رسمت الطريق من اول وجديد، التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبه لي كان شيء غريب. الواد ده كرييتيف فشخ. اوكي انا عاجبني التيك توك بتاعه. اوكي انا تقريبا ده اول مره اتفرج على تيك توك مصري. اوكي لو تعرفوا حد برضو نفس الكلام بيعمل النظام ده يبقى يا ريت تبعتوا لي. اوكي طبعا حطيت فيسبوك بتاعي وانستغرام تحت. اوكي ممكن تبعتوا لي فيديو هناك. اوكي وابدا اعمل رياكت هناك على فيسبوك. اوكي وفي نفس الوقت برضو هعمل على الاغاني. اوكي يعني هيبقى في دوده. اوكي انا قلت خليني اخش في حاجات تانية عشان ايه ما يبقاش كله راب بس. اوكي علينا ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا جوس.